خلط مهاوش قبل تجون. وش خبركم الغريب؟ وش كان ناوي يقول؟ قال إن أنا وقال إن مهاوي لا ما قال شيء. وش أقول لك بعدين؟ ما قال شيء. ما لمح تلميح ولا تصريح. ما تلميح. قال إنها ما يبي يتكلم إلا هان بالمجلس. أقول لك بعدين إن شاء الله. أسألناه من يكون ولا من أي عرب هو؟ يا عمي البقية بحياتك. دقيقة يا حياتك. وعساها تكون خاتمة الأحزان. يا رب يا رب يا رب. حياتكم الباقية إن شاء الله. عظم الله أجركم. عظم الله. شكر الله سعيكم. شكر الله سعيكم. عظم الله أجرك يا الله يرحمه. شكر الله سعيكم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ليه ما قلت له الحقيقة لعم طرود؟ ليه ضل السر مخبى؟ يا خلف. احمد ربك ان الغريب مات قبل ما ينطق بالسر. طق عقلك. طق عقله. طق عقله مهاوش. طق عقله. انت عاجبك الحال اللي حنا بيه؟ عاجبك الناس تنظر لنا نظره هذه؟ يا خلف يا خلف. الغريب مات والسر اللي قلنا ياه لزوم يموت. والحين بعد انت وش تبانا نظل قواريط؟ ايه نظل قواريط وبلا اصل وما نحمل. صار حنا مالنا ذنب بيه. وش نحمل؟ وش ذنب انت وش؟ يا خلف يا خلف. ترى الناس اندريت اننا اولاد شواري وهزرم. ترى انها تطالبنا بالثار. يعني واحد منا لزوم يقتل الثاني. وحنا يا خلف ما نبي نشعل النار. نبي نطفيها. والله انك صاجر. وانا احبك وانت خويي. لكن مهاوش انا ما اقدر ادفن اصلي. ايه وانا بعد ما اقدر ادفن اصلي. لكن لزوم ندفنه يا خلف وندفن معاه عداوه عمرها اكثر من 100 سنه. يا خلف انا وياك. والله يا سلام على قلبي يلمني. قلبي يخزني يجعني. احنا اخوان يا خلف اخوان. والله يهنيكم هاوش. والله يا ولد خنقتني. سموحه ما بقصدي. ايش ذي ريحه طالعه من اثبك؟ تشش بالعدس. لا ما هكذا تشش. ايه بيضه وبصله كليت البيضه كانت تحت الساده.